سيكوريتي خرجوا خصكم تمشيو بدقه باسكو حساش السيكوريتي تسحبهم كاين مشكل مشكل عرفتي شنو ضرا انا السيكوريتي ملي تمشي فكروني ملي كانوا كيخرجوا لي من المدرسه كيهزك واحد من لهنا بحال عرفتي داك الكلب داك التكال كيهزك من لهنا وكيتم خارج بيك وكيلوح كم شو كان سميت السوبرفيزور في الليسي عندنا حنايا اسميتو الثعلب الحزين علاش هو كان وجهه بحال الثعلب ولا كيفاش وجهه بحال الثعلب وكان ديما كيتخبى باش يحصلنا تجي لما ديك البوك كنا كنمشيو للطواليت بزاف ايوا وديما عمر ما ضحك يعني تجي ما كاين اسميناه الثعلب الحزين الثعلب الحزين عمي واش عقلتي على عمرو مشاو عليك مدرسه عمي اييه شحال مره ثلاثة مرات علاش كيجريو عليك مدرسه كنبقاو مخبين حنا في شي مكتبه انا وشي اصدقاء كنقراو دوك القصص ديال الاطفال وداك الشيء كنا صغار وداك ولكن الا كتقراو القصص هاد ما غاديش يجريو عليكم من المكتبه هادشي قصص اخرين هادو هادو شي واه في المكتبة في المكتبة ايه والقصص ديال الاطفال الصغار وحنا كنا صغار وملي كنبغيو ندخلوا كنلقاو الباب تسد صافي داكشي علاش كيجريو عليكم تيقولنا سيروا بحالكم سيروا حتى العشيه وجهكم انتوما ما كانش عندكم شي مشكل كبير لا ما عندناش واش كتستعملوا شي حاجة أخرى من غير والله لا كنا مدمنين على القصص شنو القصص اللي كنتي كتقرا عمي؟ واه كاين قصص الاطفال كاين كامل كيلاني كاين واحد العداد القصص ديال ذاك الوقت كانوا كيجيونا من الشرق وكانوا زوينين ممتازين فيهم الحكايه الطريفه بما فيهم ديك السلسله ديال الف ليله وليله كنا كنقراو كنتمتعوا فكنعيشوا ديك الاسطوره كنساو راسنا لما كيفوت الوقت كنجيو ندخلوا كنلقاو الباب مسدود انا صاحبي كنتو كديروا لعبه عمي وعماتي وشي حاجه لا 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 ماشي داكشي لا 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 أوكي. لا ماشي جداتي ودي ابن لا واش فيكم في المدرسه ناض باش يحضي وا بيان سور مو اللي كاين ودي يحضي كيتخبى مرا الطابلو وكيبدا يكتب انا ديزا باين هادشي كانت واحد المتعه عندي ملي كنوقف في الطير كمان صوره زعما ماشي انا على باس ماشي كنعيش كل غير هضر انا كنكتب السميات كاملين كنعيش كل غادي نشوفه باش ندير عليه كروه وبيان سور تنهبط القسم كامل بالكروات دي جي حميده راه قلنا عليها ولا والله يخليك شوف اما كنكتبوش في السبوره اللي كتبان لهم كندير في السبوره اللي كتغطى باش ما كيشوفونيش شكون اللي كتب سميتو شحال من كروه دايره اليوم حتى كيتفاجئوا ملي كيجي عمي كتعطيكم هاد القضيه هادي ولا كنتو كديروا تحطوا فيتشات زعما الا بغيتي بحال المطور اللي كيف الدار البيضاء تحط فيتشه الا بغيتي تحط ساندويتش كرتيني بالذكريات الجوطون راه باقي هذاك السيد باقي ما كانش هاد الجوطون اشنو كان حتى دابا عاد بدا اش كان عندكم نتوما ما كانش الزحام دابا راه بنادم كثار بلا قياس خصك تعمل السيرفيس باش توصلك النوبه ديالها لا ما كتهضرش على الطون عمي كتهضر على المدرسة المدرسة كانت عندنا مسطرة كيخليها لك المعلم بين يديك وتيقول لك حظي اللي دار شي حاجة هذا حنا كنا كنسلخو تقريبا شي سبعة ولا أربعة اش كديروا؟ العصا لا للعنف لا للعنف لا للعنف هيمن ولا كيسمع العصا لا للعنف اسمعي حوايجك خرج منا لا للعنف ضد الأطفال ولا ضد الرجل انا كنشوف العنف كنبكي دابا باه نورمال قلت لي هاد طول الحال كيخاف منك يا دايما لا جونيس كانت ان بو ديفيرونت ما كانوش الملاهي بزاف ما كانش فيسبوك ما كانش سناب شات ما كانش دابا فيسبوك هما الملاهي لا خلي دابا لا وكان كاين شي حوايج اخرين دابا جات ترجمه بالفرنسي ما كانوش لي بواط فيسبوك لا جو فو دير للوازير ديال دابا ديال الترفيه وسائل الترفيه ولي فاسيليتي ديال دابا اها فاش يقول لك سير دير ليا واحد البحث راه كتبقى في الليبراري 3 ايام 4 ايام وانت في هذاك البحث دابا انا في البحث كتدخل قسمين انت ساليت البحث مكتوب ناضي كوبي كولي ديزا وصافي راه ستاجير خد من هنا وتحط من هنا ساهله قبل كنا كندمروا باش نحطوا شي حاجه للاستاذ كاينه ممكن تمشي تجيب القاموس وتجيب المنجد وتمشي للمكتبه العامه وتبقى تقلب وتبحث وتدي معك الوراق وتدي معك الدفاتر وتدي معك ثلاثه الاقلام ولا اربعه باش تكتب ديك البحوث وديك الدراسات وتوجدها على اسبوع وتجيبها وعاد تبدا كتنسق وكتنظم فهمتيني شكون يخدم بالاقراص اقراص اقراص وخشيبات خشيبات والاقراص طباشير
معلوم الطباشير كومبا والدويات المداد شنو كان عندنا المحبارات محبره دوك بحال هكذا كان ديزا واش دوزتي دوك الطاويلات اللي تكون فيهم حديده الوسط بيان سور ولا الطاويله لكل واحد لا على حسب في النقيت كاين المدارس اللي غاليين كانت اكزاكتو في النقيت في البوبليك عشت ديال الطاوله ديال الحديده الوسط ولكن ملي كنت كنقرا في بريفي طبلا بوحدي والكرسي ديالي بوحدي ادوغ لي زافونتاج ديك الحديده اللي كانت الوسط هو ملي كتاكل العصا كتبرد فيك كتحط يدك كتبان ما عشت هذا الشيء هذا ما ما كيتلاصق بون ما ندخلوش شي حوايج اخرين لان نظرا الدراري صغار كيسمعوا لينا الشيء عماد حنا فاش كتكون عارف راسك غادي للمدرسه وغتاكل العصا اول حاجه كدير كتمشي تحك بالثومه علاش باش ما تديك العصا ما يضركش في يدك والريحه ديالها فهمتيني اه ولا عرفتي شنو هو ولا تهرب من هنا وكنا كنديروا يدينا تحت رجلينا باش تك تولك لا ماشي رجليك اللي كتهضر عليهم رجلي كبار علاش ديك الدم ما تيبقاش يدوز فاش كدير يدك وحنا عندنا واحد الاستاذ عنده واحد المسطره ديال الحديد وكيقول لك دير صباعك جمع هكذا جمعهم اي هكذا ولكن ما ادراك بالفلقه شكون اللي كان عصب تيو ليموني تيو ليموني اه يا ليموني كيضرب الدور عليك هذاك فهمتي كيضربك هو ضربك من اليمين وكديك الزروق ليا في اليسار حنا كنا كنتفقوا في القسم هي من زمان حنا شي 7 ولا 8 ملي كنعرفوها مزبلينها وما قاريين ما حافظين ما والو كنتفقوا على اننا نشريو كراميل والشوكولات ولي غاتو شي شويه كدا تيسو نمدو نجي عند المعلم ونقول له استاذنا يعني بهذه المناسبه الطيبه بغينا نفرحوا بك اليوم كنهديو لك هادشي وعنده واحد بلاكار لور كيخزن داكشي تيحطو كيشوف فينا كيضحكنا بلاوات دونك تي داكشي كتعطيو كيخزنوه كيخزنوه حتى تعلمتي من عنده انت بعد عنده تعلمتي معلوم هي علاش المكره لا معلوم لان ملي يحتاجو غادي يلقاه شنو الباسبور غادي يعطينا لو كاركتير وشنو المزايا ديال الشخص اللي تكون سميتو رشيد رشيد يا رشيد رشيد كلاس انيق وراقي حادي جناب دابا رشيد راقي كيكون ديما بوغوس وعدك شي واعر كيقلب ديما على الشعور والجمال والانسجام رشيد ما عمرك تعرف النوايا ديالو سري بزاف صراحه محفوظ وكيهضر ديما بمظهر غير حقيقته ديما عشاق ملال وصعيب ترضيه محلل وتنظيمي كيمشي بعيد في الحكمه وفي المعرفه زيد وكيطرح ديما الاسئله على نفسه وغالبا في الايمان والخوارق زيد رشيد طفل ظريف وفنيون وكيتسخر لكل شيء كيبغي يكون عزيز على الوالديه وعزيز على الاستاذ اش كيبغي رشيد يكون ديما بوغوس وكيحكم فاش يخدم رشيد مدير شركه مدير مدرسه مدير مستشفى دوك مدير ديما مدير المهم مدير وصافي مدير اذا سميتك رشيد سي رشيد راك انت راجل من حديد يا سلام